في اليوم. ضيفنا جدا مميز، رح نبدأ معه مشوارنا الصباحي. رغم جراحه أكيد قدر يتخطى هي الصعوبات ويصنع لحاله مكان، مو أي مكان، مكان جدا مميز. عم نحكي اليوم، وطبعا بمجال الرياضة، عم نحكي اليوم مع الجريح الرياضي حسن عبدان، رئيس اللجنة الفنية للرياضات الخاصة بمحافظة حمص ولاعب منتخب سوريا لكرة السلة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك يا رب. صباح ورد، الله يعطيك العافية يا رب. يسعد صباحك. يعني نحن اليوم كتير سعيدين انه نبلش هيك اولى فقراتنا لليوم مع بطل من ابطالنا اكيد بالجيش العربي السوري. تحيه لكل ابطالنا وجرحانا، وان شاء الله يا رب الله يشفيهم. انتم ما قصرتوا ابدا بكل الاوقات، وهلا ما زلتوا مستمرين. وخلينا نحكي عن الرياضه وهالشغف اللي موجود عندك قبل الاصابه وبعد الاصابه، وانت مستمر بهذا الشغف وبحب الرياضه. ماشي، يسعد صباحكم جميعا، وان شاء الله ضل الفرح حامم ببلدنا. هلق الرياضة بالنسبة لي أنا كانت من مرحلة الطفولة، مو صغر الطفولة. كنت كير ألعب طابة، كنت ألعب بدور المدارس، من خلال المدارس كنت ألعب دور المدارس. طورت الحياة، انتسبت لنادي الجيش، بعدين رحت على الكلية. كلية حربية ضليت أني استمر بالرياضة، يعني بأوقات فراغ قد ما فيني أني ضل مارس الرياضة. بعد إصابتي صار التوجه جديد بقى انه على الرياضه من اول وجديد، بس بمجال مختلف، من كره القدم للرياضات الخاصه، ما فيها كره سله، رفع اثقال، العاب قوى، الريش، الطائره. هدول الاربع العاب اللي بمارسهم ومشارك فيهم ببطولات داخليه. كره السله عندي بطوله خارجيه كانت ب 2019 بلبنان. هي الرياضه بالنسبه لي انا عالم ثاني، حياه ثانيه، شيء مفعم بالحياة بحبها كثير، فبحب اني اتطور فيها وما اوقف عند هدف محدد. يعني دائما وابدا لازم يكون عندي هدف جديد بالرياضة اعلى فيه اكثر ان شاء الله. حسنا، خلينا نحكي شوي بالامور الشخصية. اذا بدنا نقول، كثير من الاشخاص يمكن بيتعرضوا لظرف معين، لموقف معين، لاصابة معينة، احيانا بتوقف الحياة، بتحس ما عاد يقدروا يكملوا يمارسوا نشاطاتهم، كيف إذا كانت هواية هو بحبها ومتعلق فيها من الصغر. خبرنا عن الإصابة كيف أثرت يمكن على حياتك، وما كانت يمكن حاجز أنك تكمل، إن كان بموهبتك وإن كان بحياتك وإن كان بالرياضة اللي عم بتمارسها. هلا هي كل شخص بالنهاية بالحياة، كل شخص بحب الحياة بيحط هدف بحياته بده يعيش كرماله ويسعى لأنه يحققه. فمن هواياتي كانت أنا مثلا الرياضة، طوال بالكلية الحربية، كانت مهماتي بالجيش. رب العالمين ما أتاح لي فرصة أني ضل ضابط بالجيش بعد تسريحي. هي هون كانت الفترة الأصعب بحياتي، أنه أنا يا بدي ضل حبيس الغرفة أو حبيس التخت بالأحلى، مو بس الغرفة، يا أما أنا بدي أنطلق حياة جديدة، شوف حياتي، حب حياتي، أرجع للحياة من أول وجديد، كرمالي أنا، كرمال الحياة اللي بحبها، كرمال الأهل الجنبي، رفقاتي، الناس اللي بتعرفني. فهي هون صارت مفصل طريق. بالنهاية انت عندك حياة، يا بتعيشها وانت مبسوط، يا ما بدك تعيشها وانت كاني. فكان الخيار بدون ادنى تفكير انه لا، انت ترسم هدف جديد بحياتك، تطلع على شيء انت بتحبه ممكن تنجح فيه. فهو طريق الرياضة كان رقم واحد. الحمد لله رب العالمين، خلال 5 سنين هلا اللي بالرياضة، اتوقع انه يمكن جرح الاوائل بسوريا رياضيا عم نحكي، وان شاء الله ضلت الطموح بضل اعلى واعلى، لانه يكون مميز بكل نقطه رياضيه عم اشتغل فيها انا. الحمد لله رب العالمين، الله يقدرني على هذا الشيء ان شاء الله يا رب. بنشوفك دائما باهم وباحسن المراتب ان شاء الله يا رب. يعني الحقيقه فرح دائما، حتى اللي بيفتح صفحه البطل على الفيسبوك بشوف قد ايه عنده هي كميه التفاؤل، قد ايه عنده هي كميه شجاعه. يمكن بلحظه من اللحظات ممكن حدا فينا يكون تعبان، متضايق، ظروف الحياه الصعبه تخليه شوي مثل ما بيقولوا يتراجع، هي الروح المعنويه اللي بكون عنده. بس لما بيشوفكم بيشوف قديش انتم تحديتوا وقد ايه دائما عم تبداوا خطوات جديده، بيقول لا، يعني لازم انا ضلني مكمل. هذا الدعم يمكن حتى وجهته انت من خلال طبعا استلامك للجنه الفنيه للرياضات الخاصه بحمص. نحكي شوي عن هي المسؤوليه اللي اضيفت لك، وكيف تتعامل مع الجرحى والابطال الموجودين وبتقويهم وبتقوى فيهم. هي الاستلامي لرئاسه اللجنه الفنيه للرياضات الخاصه بحمص ضلت، او عن طريق النجاح اللي حققته خلال 5 سنين في بطولات السله. اخذ بطولتين جمهوري ب 2017 وال 2020 كان بطوله سله، بطوله العاب قوى مركز ثاني بالرفع الاثقال 2018 و19،
مركز ثالث بالريش الطائرة بال 2019. تم ترشيح لاتباع دورة، هي الدورة ما كانت موجودة من سنة ال 94، كان في مدرب أمريكي جاي يعطينا دورة عن طريق الصليب الدولي، فاتبعت الدورة الحمد لله رب العالمين، كانت دورة ناجحة. من خلالها بعدين صار ترشيحي على انتقاء المنتخب، لاعبين المنتخب، بالشهر العاشر التاسع بال 2019 دعوتنا لبطولة لبنان الدولية، كانت هي أول مشاركة لي كجريح إني أنا عم مثل بلدي خارجياً. تحاول قدر الإمكان ترفع علم بلدك. خلال النجاح اللي تحقق فيها صار تشكل شيء اسمه اللجنة الرياضية العليا لجرح الحرب، هي عبارة عن أربع ضباط ورئيس لجنة، أنا واحد من الأعضاء. بنهاية 2020 صار عندنا بطولة الجمهورية برعاية الصليب الدولي كمان لأول مرة، الحمد لله كانت محافظة حمص هي صاحبة البطولة. نهاية 2020 تم ترشيحي اني انا استلم لجنة فنية للرياضات الخاصة بحمص. هاي اللجنة هي معنية بكل ما يخص الرياضات الخاصة بحمص رياضيا، ان اي شيء بيخص الرياضيات سواء لجرح الحرب، ذوي الهمم، اي شيء بيخص رياضيا فانا لازم اكون مسؤول عنهم. من خلال استقطابهم، دعمهم، تقديم الامكانيات لهم، الدعم لهم سواء معنوي مادي، طبعا كلها حسب الامكانيات وحسب المستطاع. سابقا انا اول ما رحت على الرياضه كان عندي انا لحالي جريح، كنت اول جريح، لاحقا صار عندي اربع جرحى، الاربع هلق معي انا، طبعا الثلاثه اللي اجوا معي اللي استقطبتهم الثلاثه هلق ابطال جمهوريه بكذا لعبه. حاليا صار الفريق 16 جريح، صار عندي انا هلق 16 جريح. ما في نقول اني انا اللي جايبهم، اني هم شافوا النجاح اللي انا حققته فانه حبوا هم يكونوا بهذا المجال، اضافه لمجالات ثانيه هم عم يشتغلوا فيها، فانه حبوا الرياضه، لا سيما انه الرياضه هي جزء كبير علاج كعلاج فيزيائي وعلاج نفسي، انت بتطلع البيت بتغير جو بتروح بتتمرن بتحرك جسمك، لانه الرياضه كيف ما كان اي شيء بالحياه يمكن ما انه لك الا الرياضه هي لك لجسمك. فالحمد لله هلق صار انا عندي تقريبا 16 جريح ضمن فريقي. كثير حلو هذا الحكي يا حسن. اذا بدنا نرجع شوي للاشخاص الداعمين المؤثرين بحياتك، ان كان من عائلتك من اصدقائك، قديش كانت في كلمات تشجيعيه حقيقيه لحتى قدرت توصل لهون وقدرت فعلا تكون مثال لباقي الجرحى المنضمين للفريق؟ هلا انا بالنسبه لي كاشخاص داعمين رقم واحد هم كانوا اهلي، لا سيما بفتره وجودي بالمشفى، يعني يمكن انا اطول مدي ضال فيها بالمشفى، بمشفى حاميش سنتين وشهرين متواصلة كاملة كنت بالمشفى. فترة طويلة. يمكن بتوقع أنا بالمشفى من تأسيسها لهلا ما حدا ضل هاي الفترة. والدتي بشكل يومي ما لازمتني، ما فارقتني أبدا. يوجه لك التحية أكيد إلا صباح الخير. هي أكثر شخص تقريبا هي كان معي، كان معي أخوي كمان كان ملازمني لوقت ما أتوظف ما عاد قدر، والدي كان معي دائما. بس هدول ثلاثة يعني بشكل أساسي، أختي اللي بالغربي هلا هي خارج البلد للأسف، فهدول وأختي الثانية هدول الداعمين الأساسيين هنن الأهل. رفقاتي اللي أنا بعرفهم ما قبل إصابتي قدر الإمكان حاولوا إنه وقت أنا مثلا بدي أروح لعندهم أرجع على الضاحية اللي أنا قاعد فيها، إنه ما يحسسوني إنه حسن كان سابقا يجي لعنا على أجري، هلا حسن جاي على كرسي، هذا الإحساس أبدا ما كان موجود، فإنه أعطاني أنا الطاقة إنه أنا هون استانت من الشخص القديم. انه لا انا هون ما تغيرت حياتي، بالعكس استاتي انا مستمر ونجاحي لازم يضل. كبر النجاح، كبر المحبين الحمد لله، الله يديمون. الدعم اللي اجاني من الرياضه بشكل خاص من الاستاذ فيصل اللي له فضل كثير كبير، ورئيس اللجنه التنفيذيه عندنا بمحافظه حمص، كان داعم رقم واحد لي رياضيا. استاذ هناي رئيس اتحاد الرياضات الخاصه كمان داعم رقم واحد بالشام، فهدول الاثنين فضلهم كثير كبير علي لانه كثير تعبوا معي، وهن كانوا السبب باني انا استلم اللجنه الفنيه للرياضات الخاصه بحمص. رفقاتي اللي رفاق الجراح هذول، في كثير عندي رفقات انا صاروا مو بس رفقات، يعني اخوي، هذول بالنسبه لي اخوي واعز. كل مين هلا بيحاول يعطي طاقه للثاني بمجاله بشغله هيك، سواء هلا انا مثلا بالرياضه، في غيري بالتعليم، غيري عندهم مشاريع، هذا الامكان نحاول نحن نعمل جو لنوجه للعالم او لنوصل رساله انه نحن ما لنا جريح وقاعد بالبيت، عندك شغل، عندك هواية، عندك ممارسة لازم تعملها وتنجح فيها وتثبت العالم مدى قوة إرادتك. الحمد لله أنه حد هاي اللحظة ولقدام إن شاء الله مستمرين فيها. إن شاء الله عليك. إن شاء الله يا رب. ودائما بنقول مو كل شخص فقد شيء هو خلص فقد كل شيء، يعني في كتير ناس فقدت البصر ولكن بصيرتها بالحياة
أقوى بكتير. أكيد. ونتمنى دائما هيك نشوفك بهي المراكز الكبيرة. وهلا يمكن عم تحضروا شيء كمنتخب لكرة سلة، سمعت هيك شيء أخبارها؟ في تحضيرات، في حتى جرحى جايين من محافظات عم تشتغلوا على فريق رح يكون فريق مهم للرياضات الخاصة. وإن شاء الله في هيك شيء، بس هذا فينا مضطرين نتحفظ عليه لحتى يكون بتبلور كلياته بصورة كاملة، حتى يتم إعلانه بصورة صحيحة عشان ما نحن نحكي عنه وما يصير الشيء اللي بدنا اياه. اكيد تطلع شيء مهم ما دام كله من شيء كبير، وهو ان شاء الله هو شيء حلو ومرتب ومفاجئ، يعني راح يكون هو لاول مره بتاريخ الحرب السوريه راح يكون هذا الشيء. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حسن نحن كثير فخورين فيك من القلب. بدي اتشكر عائلتك فرد فرد، رفقاتك، الوسط المحيط فيك اللي دعمك، اللي خلاك تكون حتى موجود معنا وتكون باولى صباحاتنا. رساله بتحب توجهها للاشخاص ان كانوا ما بيعانوا يمكن من اي حاله صحيه وعندهم كثير حواجز وعوائق بحياتهم وما هنن قادرين يمكن يكفوا حياتهم بطريقه ايجابيه مثل ما نعم نشوف عندك لجرحى الحرب، اصدقائك كمان، شو بتحب تقول لهم؟ هلا انا بحب الرساله بوجهها لاخواتي الجرحى، لاي شخص فاقد الامل، لاي شخص مستكين ببيته، انه انت حط هدف براسك، حط هدف قدام حياتك رح تنجح فيه. رح تمر بصعوبات اكيد، رح تمر بضغط اكيد، رح تمر بمشاكل بظروف صعبه، بس هذا كلياته يعني قد ما كان شيء صعب نهايته رح تكون سعيده. قد ما تعذبت، قد ما عانيت، بالنهايه انت طالما عم تسعى ورا هدف فانت هون بتحب الحياه، ورب العالمين طالما شايف الانسان بيحب الحياه اكيد راح يساعده، راح يكون معه، الاشخاص اللي حواليه راح تدعمه. فاي انسان سواء جريح او غير جريح، حط هدف لقدام حياتك وسعى له بارادتك وبقوتك، ورب العالمين ما بيضيع لك ان شاء الله. أكيد. يا رب يسعد صباحك عن جديد. شكرا لك انك كنت معنا اليوم بهالصباح، زدته هيك حلاوه وزدته هيك فخر وعطيتنا شويه طاقه ايجابيه عن كل شيء عم بمر. يسعد صباحك. شكرا لك. شكرا لك حسن مره ثانيه.